السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح اقدم لكم هذه الفقاسة. هذه الفقاسة السعة مالتها 288 بيضة سمان. نظام العمل مالتها نظام العمل مال جيموكا، طبعا الالمنيوم تركي، فول مواصفات، متحكم مثل ما تشوفون، الزد ال 7918 اي الحديث، مع امكانية التخزين عند ما تنطفي الكهرباء. تمام شباب، بالنسبة للمتحكم مثل ما تشوفون هذا الأصلي. عندي هذه شباب الحافظة مال المي مال منظومة الرطوبة الخارجية، طبعا كاملة، صندتها وقفيزها كامل، فتحة التهوية مثل ما تشوفون مفتوحة بكلها. هذا الظروف نخليه من الصندة مال منظومة الرطوبة. الوايرات كلها محفوظة، واير أصلي وبلاك حجر. بالنسبة للفقاسة، طبعا الفقاسة تجي دبل باب مثل ما تشوفون، طبعا بيها إنارة، نتحكم بالإنارة مالتها من خلال المتحكم. هذه الفقاسة بشكل كامل أمامكم، خل أراوي لكم إياها من الداخل شباب. هاي الباب الرئيسية، الباب الأولى، طبعا شباب شوفوا التقفيل مال الفقاسة، مقفلة وكاملة بشكل ممتاز. بالنسبة للداخل مال الفقاسة، طبعا انا شنو داعيرها استعمال متحكم السويسري، والحمد لله عيرناها 100%. بالنسبة لحساس الحرارة والرطوبة كامل، انارة، طبعا الفقاسة بيها اطباق اثنين، كل طبق يشيل 144 بيضة، فمجموع الاطباق يشيل عندي 288 بيضة مال سمان، او يشيل الطبق الواحد 36 بيضة، حجم كبير، ممكن تشيل حجم سيفس، يعني الطاووس، ممكن حتى دابط، ممكن يشيل مثل ما تشوفون هاي الفتحة كاملة، يا اما تشيل مكان اربع بيضات ناعمة او بيضة حجم كبير. فقاسة تجويها طبعا طبقين وسلات اثنين مال التفقيس، ممكن تستعملها بنظام وجبة واحدة، ممكن تستعملها بنظام وجبات. مثل ما تشوفون طبعا شباب سلات مال التفقيس مثل لكم اثنين، منظومة الرطوبة هذه، في اشمال قلاب كاملة عندنا، ومثل ما تشوفون شباب خل اراويكم الفقاسة من الظهر. تمام شباب، هذا الظهر مال الفقاسة. عندي مروحة الاحتباس شباب هذه، وهي فتحة الزفير بنفس الوقت، ومثل ما قلت لكم عندنا من هنا فتحة مال الشهير. تمام شباب، نفتح الباب الخلفي، طبعا كله عازل اصلي. نعم مثل ما تشوفون هاي الفيش مال القلابات. طبعا شباب هذه عندنا المنظومة مال الحرارة شباب، هاي الآلية مال العمل مالتها شباب، هذه سحب، تسحب الهواء يدخل يروح على الهيتر هذا اللي بالظهر اللي تشوفه، ويضرب يرجع على البيض، بحيث الهواء اللي يضرب على البيض مو هواء مباشر شباب، هواء سحب. مثل ما قلت لكم شباب الآلية مال العمل، هذا الهواء مو مباشر يروح على البيض، هذا الهواء يسحب يدخل على الهيتر، وبعدين يندفع بشكل دوران من فوق ومن جوا، ويضرب على البيض بحيث مو هواء مباشر قوي، الهواء اللي يضرب على البيض هواء السحب. عندنا هاي مروحة الاحتباس من الداخل، هاي الفقاسة كلها بشكل كامل. مثل ما قلت لكم السعة مالتها 188 بيضة حجم كبير، أو 72 بيضة حجم كبير، العفو 288 بيضة سمان، بيضة حجم صغير، أو 72 بيضة حجم كبير. أي سؤال أو استفسار عندكم تقدرون تتركوا لي بالتعليقات أو تراسلوني على رقم الواتساب. شكرا للمتابعة.